اهلا وسهلا فيكم بدرسنا اليوم. اليوم نبدا نحكي عن اجسام مضاده مونوكلوناليه. عم نحكي عن اجسام مضاده بوليكلوناليه مونوكلوناليه. صرنا فاهمين احنا من الدرس السابق ايش المقصود ببوليكلوناليه ومونوكلوناليه. اجسام مضاده مونوكلوناليه هي اجسام مضاده يتم انتاجها من كلون واحد من الخلايا، وكلها هي كلها موجهه ضد نفس المحدد الانتيجيني، بينما البوليكلوناليه يتم انتاجها من كلونات مختلفه من الخلايا، وبالتالي تحتوي على خليط من أجسام مضادة موجهة ضد محددات أنتيجينية مختلفة موجودة على نفس الأنتيجين. فبالأول حكينا بالدرس الأخير عن إيجابيات استعمال أجسام مضادة بوليكلونالية، فشو سلبيات استعمال أجسام مضادة بوليكلونالية، وبالتالي شو السبب إنه بحاجة لتطوير طرق مختلفة لإنتاج أجسام مضادة مونوكلونالية. فالأجسام المضادة البوليكلونالية لا يوجد إمكانية لتشخيص محدد أنتيجيني معين لأنها موجهة ضد عدة محددات أنتيجينية، ولذلك لأن رد الفعل المناعي ينتج عن أجسام مضادة موجهة ضد محددات مختلفة على نفس الأنتيجين. إذا هدفنا هو محدد أنتيجيني محدد، مجموعة كيميائية محددة، بالأجسام المضادة البوليكلونالية إحنا بنحصل على خليط من الأجسام المضادة البوليكلونالية قد ترتبط بأنتيجينات مختلفة تحتوي على نفس المحدد الأنتيجيني، وبالتالي لا يمكن تحديد أنتيجين معين. إذا محدد أنتيجيني موجود على أنتيجينات تنين مختلفات، فالجسم المضاد راح يرتبط بالأنتيجين الأول وراح يرتبط بالأنتيجين الثاني، وإذا كان الهدف تحديد وجود أنتيجين معين بهذه الطريقة لا يمكن التأكد من أي أنتيجين موجود عندي، لأنه الأجسام المضادة بهذه الحالة ترتبط إلى أكثر من أنتيجين واحد. تركيبة الأجسام المضادة البوليكلونالية تختلف من عملية إنتاج إلى أخرى. لا يمكن الحصول على تركيبة متماثلة بكل عمليات الإنتاج للأجسام المضادة البوليكلونالية، حتى إذا قمنا باستعمال نفس الكائن الحي، لأنه الظروف اللي موجود فيها الكائن الحي، الفيزيولوجيا تبعته، كلها تؤثر على تركيبة الأجسام المضادة اللي راح جسمه يكونها حتى لو عرضناه لنفس الأنتيجين بنفس التركيز. تركيز الأجسام المضادة الموجودة بهذا الخليط من الأجسام المضادة البوليكلونالية هو مش ثابت ومش نفسه. في عملية الإنتاج تستعمل حيوانات، مما يثير إشكاليات أخلاقية عند الناس اللي بهمها الحيوانات وبهمها الرفق بالحيوان، لأنه بنهاية الأمر إحنا عم نستعمل الحيوان لأهداف التجارب العلمية ولأهداف الإنتاج التكنولوجي، حيوان عم نعرضه لمسببات أمراض مثلاً، لأنتيجينات مختلفة، عم نأخذ دم منه وعم منسيء بمعاملته. الأجسام المضادة البوليكلونالية قد تثير رد فعل مناعي إذا استعملت في الإنسان لأنه يتم إنتاجها في الحيوان. فحتى إذا أخذنا أنتيجين اللي هو عبارة عن مسبب مرض بيعمل بدنا نطور له أجسام مضادة ضده عشان نستعملها لمعالجة الإنسان من هذا المرض، فالأجسام المضادة اللي بيتم إنتاجها بالحيوان الطرف FAB تبعها، الذراعي FAB تبعها يرتبطان بالأنتيجين، ولكن باقي أقسام الجسم المضاد تم إنتاجهن بواسطة المادة الوراثية، الجينات الموجودة بالحيوان، وبالتالي القسم هذا من الجسم المضاد هو بالنسبة للجسم الإنسان هو قسم جزء غريب،
وبالتالي استعماله راح يؤدي لرد فعل مناعي اللي إذا أعدنا استعماله مرة أخرى ممكن يكون الإنسان طور أجسام مضادة ترتبط بهذا الجسم المضاد وتمنع فعاليته لمعالجة مسبب المرض. أمثلة لاستعمال أجسام مضادة بوليكلونالية: تشخيص طبي، تستعمل أجسام مضادة بوليكلونالية موجهة ضد أنتيجين. من بين الطرق المستعملة بهذه الحالة الإلايزا، الويسترن بلوت، الـ FIA، طريقة التلازون، كل هاي الطرق تستعمل بالتشخيص الطبي اللي رايحين نشرح عنها بالتفصيل أكثر بدروس قادمة، ونعطي أمثلة كمان عن الطرق اللي والأدوية أمراض اللي ممكن إنه نشخصها باستعمال هذه الطرق. ولكن كل هذه الطرق، الطرق اللي نسميها التشخيص المناعي أو الإيمونودياجنوستكس، هي طرق تعتمد على تخصصية الأجسام المضادة بالارتباط بمحددات أنتيجينية معينة. البحث الطبي: تطعيم غير فعال، جسم مضاد بوليكلونالي ممكن انه نحقن فيه بني ادمين اللي تعرضوا لمسبب مرض معين بسبب بهدف ارتباط هاي الاجسام المضاده اللي حقناها بالجسم بمسبب المرض، وتفعيل اليات مختلفه لاخراج مسبب المرض هذا من الجسم وتحليله ومنع انتشاره بالجسم. وهذا يسمى تطعيم غير فعال لأنه بهذه الحالة لم يتم تطعيم الشخص بمسبب المرض أو بمكونات من مسبب المرض، بل تم تطعيمه بأجسام مضادة تم بنائها بطرق معينة خارج جسم الإنسان. ومن بين الاستعمالات مثلا ضد سم الأفاعي، ممكن تطوير أجسام مضادة بوليكلونالية ضد سم أفاعي بحقن حصان بكميات غير قاتلة من سم الأفعى، واستخلاص الأجسام المضادة ضد سم الأفعى من بلازمات الدم تبعت الحصان، واستعمالها بمجرد تعرض الإنسان للذعة أفعى، لأنه بهاي الحالة جهاز المناعة تبع الإنسان مش رايح يلحق يقاوم انتشار السام بالجسم، وانتشار السام بالجسم رايح يؤدي لتعطيل أعضاء مختلفة بالجسم وبيؤدي للموت قبل ما يبدأ جهاز المناعة الطبيعي أو جهاز المناعة المكتسب برد فعل ضد السم الأفعى. فبحالات معينة اللي فيها تعرض الشخص لمسبب مرض خطر اللي ممكن يؤدي لموته، يفضل استعمال تطعيم الشخص بأجسام مضادة موجهة ضد مسبب المرض تم تطويرها من حيوانات، وهي طبعا بتكون أجسام مضادة بوليكلونالية، من انه نستنى تا الشخص يطور مناعة طبيعية ضد مسبب المرض. من بين الاستعمالات اللي عم بفكروا يعملوها وبديوا بفترة انتشار الفترة الأولى من انتشار الكورونا بتنفيذها، هو بأخذ بلازما من أشخاص اللي مرضوا بالكورونا وطابوا، استخلاص أجسام مضادة بوليكلونالية من دم هدول الأشخاص، من بلازمة هدول الأشخاص، وحقن الأجسام المضادة هاي الأشخاص اللي تعرضوا للمرض ومرضوا فيه، بهدف على أساس أنه هاي الأجسام المضادة اللي استخلصوها من الشخص اللي أصيب بالمرض لما نحقنها لشخص تاني أصيب بالكورونا راح ترتبط بمحددات أنتيجينية موجودة على فيروس الكورونا وتفعل جهاز المناعة ضد هذا الفيروس بهدف القضاء عليه.
انتشر بالصحافي أخبار بتقول أنه بمستشفيات مختلفة هذا العلاج كان فيه له نجاحات، ولكن من الواضح أنه النجاحات ما كانتش بهذيك النسبة العالية، لأنه اليوم تستعمل هذه الطريقة ولكن بدون نجاعة عالية اللي بتأدي للقضاء على المرض عند المصابين فيه. طبعا بحالة سم الأفعى النجاحات هي عالية، اليوم ممكن إنقاذ حياة أي شخص بيتعرض للذعة أفعى إذا أعطي التطعيم الغير فعال، إذا حقن بالأجسام المضادة البوليكلونالية الموجهة ضد سم الأفعى بالوقت. طبعا إذا ما كانش صار منتشر السم ومعطل أعضاء مختلفة بالجسم. فأجسام مضادة ضد سم الأفعى نأخذ عينة من الأفعى، منستخلص من هاي العينة السم، يعني نستخلص من الأفعى السم تبعها، نحقن كميات قليلة من سم الأفعى لحصان، منستخلص من الحصان دم، بناخذ هذا الدم بنفصل بين البلازما وبين خلايا الدم الحمراء بطريقه الطرد عن المركز، بيتم من ثم فصل الاجسام المضاده عن باقي مكونات موجوده ببلازما الدم مثل بروتينات اخرى، وتستخلص هاي الاجسام المضاده ويتم تركيزها باستعمال طرق الدياليزا، ومن ثم يتم حقنها للمريض اللي تعرض للذعة الأفعى. بالفيلم اللي بدنا نعرضه إسا راحين نشوف كيف بتم إنتاج أجسام مضادة ضد سم الأفعى. Bitten by a venomous snake? Well, إذا شفنا فيلم عن كيف بتم تحضير أجسام مضادة ضد سم الأفعى، كيف شفنا إنه مش العملية مش سهلة للدرجة، لأنه لهذا الهدف بحاجة لجمع كميات كبيرة من سم الأفعى من عدد كبير من الأفاعي، والعملية مكلفة لأنه سم الأفعى نفسه مكلف. There we go. Let's see. That's about right. Right. Now. إذن شفنا بالفيلم كيف بيتم استخلاص أجسام مضادة ضد سم حياة وكيف بيتم استعماله. استعمال أجسام مضادة بوليكلونالية من إنسان
بهاي الحالة بأخذوا من الإنسان نفسه دم و بتم استخلاص أجسام مضادة منه. الأجسام المضادة اللي بتم استخلاصها من دم الإنسان أجسام مضادة من نوع الـ IgG immunoglobulin، يتم جمع هاي البلازما من أكثر من 1000 متبرع، تستعمل لحالات طبية ناتجة عن فقدان المناعة، وبالتالي يوجد حاجة لرفع مستوى الأجسام المضادة لدى المرضى اللي عندهم مشكلة بفقدان المناعة المكتسبة أو في حالة أمراض المناعة الذاتية أوتو إميونيتي لشل عمل الأجسام المضادة المضرة. ذكرنا واحدة من الحالات اللي فيها بتم استعمال بلازما من بني أدمين بحال محاولات معالجة مرضى الكورونا، يستخلص من ناس اللي نجوا من مرض الكورونا بلازما من دمهن، وتستعمل هذه البلازما لمعالجة أشخاص تعرضوا للكورونا، لأنه المتوقع أن يكون في هاي البلازما أجسام مضادة ضد الكورونا تؤدي إلى الحد من تكاثر الفيروس بالجسم وتفعيل جهاز المناعة تبع الشخص المصاب ضد هذا الفيروس. بدنا نطلع لاستراحة مدتها 10 دقائق قبل البدء بحل أسئلة عن هذا الموضوع. إذن استراحة 10 دقائق ومنتابع بعدين. تسيم لي أفسكا.
طب بدنا نحل اسئله من الفصل تبع ال أسامة ضد بوليكلونالية ومونوكلونالية من الكتاب التعليمي. بتكون أسئلة مراجعة عن الموضوع، بعدين نكمل حديثنا عن الأجسام المضادة والمونوكلونالية وطرق إنتاجها. مسبرو ات شلافي تهليخ يتسيراتام شل نقدانيم راف شفتيين بجوف أورغانيزم معيد كنيساتو شل جوف زار لجوف. يعني بدنا الجمل الموجودة قدامنا نرتبها بحسب تسلسل صحيح لرد الفعل من لحظة دخول جسم غريب لجسم إنسان بالتسلسل الصحيح. فكنيساتها أنتيجين هزار لجوف، هفعلات شبتيم يحوديين شيل تأي تي وتأي بي، يعني تفعيل كلونات خاصة من خلايا تي وخلايا بي، اتمينوت شبتيم شيل تأي بي لتأي بلازما مفرشين نقدانيم يحوديين لأنتيجين لزرم الدم، يعني تمايز كلونات من خلايا بي لخلايا بلازما تفرز أجسام مضادة ضد الجسم الغريب ضد الأنتيجين، ابتلاع الأنتيجين بواسطة خلية بالعة، التعرف على الأنتيجين بواسطة مستقبلات خاصة موجودة على خلايا تي وخلايا بي. إذن التسلسل اللي بده يكون هو طبعاً بالأول دخول الأنتيجين الغريب إلى الجسم، بعده بصير ابتلاع للأنتيجين بواسطة خلية بالعة، هاي بحال إنه الدخول كان للجسم الغريب أو مسبب المرض هو أول دخول. المرحلة اللي بعدها بتكون عرض مكونات الأنتيجين على سطح الخلية البالعة والتعرف على هاي المجموعات الكيميائية بواسطة مستقبلات خاصة موجودة على خلايا تي وخلايا بي، هكرات أنتيجين على دي كل تانيم سبيتسيفي مشل تأي تي وتأي بي. المرحلة اللي بعدها هي تفعيل أنسال أو كلونات خاصة من خلايا تي وخلايا بي اللي ارتبط إلها أو اللي ارتبطت لمجموعات كيميائية موجودة على الأنتيجين الغريب، ومن ثم تمايز كلونات مناسبة من خلايا بي إلى خلايا بلازما، كلونات خلايا بي التي تتميز هي كلونات خلايا بي اللي عليها مستقبلات مناسبة لمجموعات كيميائية محددات أنتيجينية موجودة على الأنتيجين. هذه الخلايا تتميز لخلايا بلازما مفرزة لأجسام مضادة ترتبط بشكل تخصصي للمحددات الأنتيجينية الموجودة على الأنتيجين الغريب اللي دخل الجسم. سؤال اللي بعده، هسبيرو ما هو يترون شبه بتسوع كما هزركوت شلا أنتيجين لأورغانيزم. إيجابية إدخال أو حقن لعدة مرات بالأنتيجين للجسم اللي تصوري خفكات نقدان راف شفتي من السيوب هدام. طبعا الحقن لعدة مرات بيؤدي لرد فعل أولي بحقن أول، رد فعل ثاني ورد فعل ثالث، وردات الفعل هاي تؤدي إلى تكوين كميات أكبر من الأنسال الصحيحة من كلونات بي بجسم الحيوان اللي تم حقنه، وبالتالي زيادة تركيز هاي الأنسال واللي بتعطي خلايا بي خلايا بلازما منتجة للأجسام المضادة بكميات أكبر، ونتيجة لذلك ممكن استخلاص كميات أكبر من الأجسام المضادة من الحيوان اللي تم حقنه لعدة مرات بهذا الأنتيجين. السؤال اللي بعده بقول بهدف كدالي أفحين أنتيجين سبيتسيفي، بهدف تشخيص أنتيجين محدد، حكريم يعديفوا لعفود عم نقدان راف شيفتي، بفضل الباحثين العمل مع أجسام مضادة بوليكلونالية
الذي تم استخلاصه من سائل دم من استخدام سائل الدم نفسه الذي يحتوي على الأجسام المضادة البوليكلونالية. طبعا الادعاء الأول هو إنه سائل الدم مصل الدم نفسه يحتوي على تركيز منخفضة من الأجسام المضادة التخصصية مقارنة بالمحلول الذي تم استخلاصه وتنقية الأجسام المضادة بداخله، لأنه عملية التنقية تؤدي إلى رفع تركيز الأجسام المضادة التخصصية المطلوبة. هذا الادعاء الأول. الادعاء الثاني با سائل الدم يحتوي على أجسام مضادة إضافية وهي أجسام مضادة غير تخصصية للأنتيجين. أي ادعاء هو الصحيح؟ هل الادعاء ألف هو الصحيح فقط أو الادعاء با فقط هو الصحيح؟ هل الادعاءين صحيحين أو ولا ادعاء صحيح؟ كمان مرة، الفكرة هي أنه مفضل استعمال أجسام محلول يحتوي على أجسام مضادة بوليكلونالية موجهة ضد أنتيجين معين تم استخلاصها من سائل دم حيوان، مقارنة باستخدام سائل الدم اللي تم فيه ترسيب الخلايا الدم ومسببات التخثر والإبقاء على الأجسام المضادة. طبعا سائل الدم راح يحتوي على الأجسام المضادة البوليكلونالية المطلوبة مع أجسام مضادة من أنواع أخرى مش مطلوبة، مش موجهة ضد الأنتيجين المحدد اللي إحنا بدنا إياه، بالإضافة إلى بروتينات أخرى موجودة بسائل الدم. إذن الادعاء الصحيح بهذه الحالة هو إنه الادعاءين صحيحين، لأنه بالسائل الدم بالإضافة إلى أجسام المضادة المطلوبة في أجسام مضادة غيرها مش إحنا مش معنيين باستعمالها، اللي ممكن تصير باستعمالها مشاكل، مثل مثلا إذا استعملت لحقن شخص ممكن تصير رد فعل مناعي أقوى، لأنه في كتير بروتينات وأجسام مضادة تانية اللي إحنا مش معنيين فيها غير الأجسام المضادة اللي إحنا معنيين فيها، بالإضافة لأنه طبعا المحلول اللي تم استخلاصه بطرق مناسبة يحتوي على تركيز أعلى من الأجسام المضادة التخصصية من سائل الدم نفسه. السؤال اللي بعده، بعملية استخلاص جسم مضاد بوليكلونالي أين تتواجد خاني متسوعي كارانوكدانيم لأحد تهليك كريشات الدم فيها سيركوز بمفحنة؟ بعملية الاستخلاص قلنا ناخد الدم نعطيه وقت يكون واقف لحاله، خلالها بتتم عمليات تخثر، وبعدين بنعمل عملية الطرد عن المركز، وبيبقى عندي وبهاي الحالة بيصير في عندي طبقة عليا من السائل والراسب الذي يحتوي على المكونات اللي تخثرت وعلى خلايا الدم المختلفة. أين تتواجد الأجسام المضادة المطلوبة؟ طبعا الأجسام المضادة المطلوبة تتواجد بالقسم الأعلى من الأنبوبة، حيث يوجد السائل والأجسام المضادة مذابة بداخله، وبالتالي متابعة عملية التنقية والاستخلاص ناخد فيها السائل العلوي ونتخلص من الراسب اللي بيحتويش على الأجسام المضادة المطلوبة. السؤال اللي بعده، بعت بتسوع عمودات ذكاء لنكوي نقدان، مقصود هنا تنفيذ عملية كروماتوغرافية الألفة لتنقية الجسم المضاد المطلوب، هائم حشوب بإزة ميسات بوفر مستمشين بشلاف اشتفات عمودة، هل في أهمية لأي محلول بوفر درجة بي اتش تستعمل بعملية غسل العمود أو الكروماتوغرافيا، بإمكان إزو ميسات هيها معدفة أي محلول مفضل؟
مساب على رمات حمضيوت كتسونيت pH متطرف يعني يا عالي كتير قاعد جدا يا واطي كتير حامض جدا. مساب على رمات حمضيوت pH نيترالي درجة حامضية متعادلة pH قريب السبعة. تمساب على ركوز ملحيم جافوا محلول يحتوي على تركيز أملاح مرتفع ولا يوجد أهمية لنوع المحلول المستعمل في عملية شطف أنبوبة الكروماتوغرافيا. الجواب هو تمساب على رمات حمضيوت pH نيتراليت لأنه استعمال درجة pH غير مناسبة يؤدي إلى تفكيك الأجسام المضادة المطلوبة واللي ارتبطت بداخل عمود الكروماتوغرافيا وهيك قدرنا نفصلها عن باقي الأجسام المضادة لأنه الأجسام المضادة ترتبط بمحددات الأنتيجينية الموجودة بداخل مرتبطة على الجسيمات البوليميرية الموجودة بداخل أنبوبة عمود الكروماتوغرافيا وهيك بتنفصل عن باقي البروتينات والأجسام المضادة اللي بتنزل وبتطلع من الحنفية تبعت العمود الكروماتوغرافيا. الحامضية العالية أو القاعدية العالية يعني درجة البي اتش غير مناسبة بوفر بدرجة بي اتش غير مناسبة يؤدي إلى تفكيك الترابط بين الأجسام المضادة والمحددات الأنتيجينية وبالتالي خروج الأجسام المضادة المطلوبة مع باقي الأجسام المضادة وفشل عملية الاستخلاص. السؤال اللي بعده بعت بتسوى عمودات زكالي نيكوي نقدان بشلافها إلوتسيا يعني التحرير يعني إخراج الأجسام المضادة راتسوي ليشتمش بتمسات بوفر بعلات رمات حمضيوت بي اتش كيتسونيت نيموخا أو جفوها نيتراليت نيموخا بالفاد جفوها بالفاد. الجواب طبعا هو ألف وهون التذكير إنه بعملية الكروماتوغرافيا يتم تمرير خليط الذي يحتوي على أجسام مضادة من أنواع مختلفة بداخل العمود تبقى الأجسام المضادة المطلوبة وهون تستعمل محلول بوفر لتمرير لتحريك الخليط من خلال العمود بدرجة pH متعادلة للمحافظة على الارتباط بين الأجسام المضادة المطلوبة وبين محددات الأنتيجينية الموجودة على الجسيمات البوليميرية الموجودة بداخل العمود. يتم التخلص من الأجسام المضادة الغير مطلوبة اللي بتنزل لا ترتبط بداخل العمود وللحصول على الأجسام المضادة المطلوبة بعد إنزال كل الأجسام المضادة الغير مطلوبة باستعمال المحلول بدرجة pH متعادلة يتم إضافة محلول بدرجة pH يا عالية يا واطي لتؤدي إلى تفكيك الترابط بين الأجسام المضادة المطلوبة الموجودة جوا وبين الجسيمات البوليميرية اللي إلها مرتبطة هاي الأجسام المضادة وبالتالي في هذه المرحلة يتم الحصول على الأجسام المضادة المطلوبة اللي تم إنزالها وتحريرها من العمود. سؤال اللي بعده بيتيحس لحسرونوت هشيموش بنقدانيم راف شفتيين سلبيات استعمال أجسام مضادة بوليكلونالية هسبيرو مدوع إن مشتمشين بنقدانيم إليك تروفالي تيبول كفوع بأدام لماذا لا يتم استعمال هذه الأجسام المضادة لمعالجة الإنسان بشكل دائم يتيحسو بتشوفتخين لأوفن يتصور نقدام ولا تقوفا حسونيتا ولا يترحيش بقوف يعني بدكو بإجابتكو تتحدثوا عن طريقة إنتاج هذا الجسم المضاد ولا رد الفعل المناعي الذي يمكن أن يحدث في الجسم. طبعا أعطوكو بهاي الطريقة الجواب هو أنه الأجسام المضادة البوليكلونالية
يتم إنتاجها في داخل الحيوان، وبالتالي الطرف FAB تبعها مناسب للارتباط بالمحددات الأنتيجينية المسببة للمرض الموجودة بجسم الإنسان. باقي أطراف الأجسام المضادة هي أجزاء غريبة بالنسبة لجسم الإنسان، اللي جسم الإنسان خلايا جهاز المناعة تعتبرها أجسام غريبة، أنتيجينات غريبة تحتوي على محددات أنتيجينية غريبة، بالتالي تبدأ برد فعل مناعي، خلايا بالعة تبتلع هاي الأجسام المضادة، تعرض المجموعات الكيميائية لهذه الأجسام المضادة على سطحها، تفعل خلايا تي ومن ثم خلايا بي، ويبدأ الجسم بإنتاج خلايا بي، خلايا بلازما تنتج أجسام مضادة وخلايا ذاكرة، خلايا بي ذاكرة، وعند تعرض استعمال إضافي لهذه الأجسام المضادة البوليكلونالية، جهاز المناعة تبع الشخص بيكون يحتوي على خلايا ذاكرة تفعل خلايا بلازما لإنتاج أجسام مضادة ضد هذه الأجسام المضادة، مما يعيق عملها ويفشله. عملية إنتاج أجسام مضادة مونوكلونالية. إذن في عدة إشكاليات باستعمال أجسام مضادة بوليكلونالية، في عدة إيجابيات ولكن في عدة إشكاليات لاستعمال أجسام مضادة بوليكلونالية، ذكرنا جزء منها، وأهمها إنه إذا الهدف من استعمال الأجسام المضادة هو محدد أنتيجيني معين، فبالأجسام المضادة البوليكلونالية الموجودة عندي في خليط اللي جزء منها بس يتعرف على هذا المحدد الأنتيجيني، وباقي الأجسام المضادة تتعرف على محددات أنتيجينية أخرى. هذا الخليط نسبة الأجسام المضادة التي الموجهة ضد المحدد الأنتيجيني المطلوب تكون طبعا منخفضة، هي جزء من تنين. عند إنتاج الأجسام المضادة البوليكلونالية باستعمال حيوان، تركيز الأجسام المضادة الموجهة ضد المحدد الأنتيجيني المطلوب تختلف من عمليات إنتاج إلى أخرى، حتى إذا تم استعمال نفس الكائن حي، نفس الحيوان. إذن عملية إنتاج أجسام مضادة، وبالتالي لهذا السبب بدأ تطوير أجسام مضادة مونوكلونالية. ولشرح الفرق بين أجسام مضادة مونوكلونالية وأجسام مضادة بوليكلونالية، أجسام مضادة مونوكلونالية هي أجسام مضادة متجانسة موجهة ضد نفس المحدد الأنتيجيني، بينما البوليكلونالية وخليط من أجسام مضادة موجهة ضد محددات أنتيجينية مختلفة. وعملية إنتاج أجسام مضادة مونوكلونالية تبدأ بتطعيم فأر أو حيوان، عادة فأر، بأنتيجين محدد للحصول على رد فعل مناعي شديد، استخلاص خلايا طحال من الفأر تحتوي على تركيز منخفض من خلايا بلازما مفرزة لأجسام مضادة ضد الأنتيجين، وفي هذه الحالة نحصل على خليط من خلايا بلازما مفرزة لخليط من أجسام مضادة موجهة لمحددات أنتيجينية مختلفة كانت موجودة على الأنتيجين الذي حقن به الفأر. نأخذ خلية واحدة من هذه الخلايا، وبالتالي هنا عم نتعامل مع خلية منتجة لأجسام مضادة من نفس النوع. يتم دمج خلايا الطحال، خلية الطحال مع خلية ميالوما، وخلايا ميالوما هي خلايا فأر سرطانية، يتم دمجهما معا. ينتج عن هذه الخلية خلية هجينة تسمى هيبريدوما، يمكن أن تنمو وتتكاثر إلى ما لا نهاية،
ولديها هذه الخلية المخضرة على إنتاج نفس النوع من الأجسام المضادة، ما يسمى أجسام مضادة مونوكلونالية. هذه الفكرة من وراء إنتاج أجسام مضادة مونوكلونالية. سننهي لقائنا الحالي وسنستمر حديثنا عن إنتاج أجسام مضادة مونوكلونالية، صفاتها واستعمالاتها في الدرس القادم. شكراً لإصغائكم.